صباح الفل والجمال على كل متابعين برنامج نعم أستطيع. زي ما كلنا عارفين إن نعم أستطيع مش مجرد اسم البرنامج وخلاص، نعم أستطيع بجملتنا الشهيرة أقوال وأفعال. نعم أستطيع يعني أنت قدرت وحلمت وتعبت لحد ما وصلت لحلمك. وأنا واحدة من الناس اللي تعبت لحد ما وصلت للحلم ده، وأكبر دليل على كده إن أنا معاكم النهاردة على أرض الواقع وبقدم لكم أول حلقة ليا في برنامج نعم أستطيع، ويا رب أقدر أقدم لكم محتوى مفيد الكل يستفاد منه بأكبر قدر من الإمكان. أحب أبدأ كلامي عن محافظتي. أنا من محافظة المنوفية، وطبعا كلنا عارفين إن محافظة المنوفية دي معظم رؤساء الدولة كانوا منها، زي الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الرئيس حاليا. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني القوة والقيادة والشجاعة والتفاؤل والأمل. هنبدأ هنتكلم بنبذة مختصرة عن إنجازاته، وهي إنشاء العديد من الطرق والكباري، وإنشاء العديد من المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية، وإيه كمان، وتوفير العديد من وحدات إسكان الشباب، وتطوير العشوائيات، وإطلاق الكثير من الحملات الطبية لفحص فيروس سي. وأكد إن أي مصاب بالفيروس هيتم معالجته على نفقة الدولة. تاني حاجة هنتكلم عنها معالي الوزير إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية. طبعا معالي الوزير اهتم في ظل الأزمة دي بالعديد من التطويرات، بحيث انه أرسل حمالات تنظيف وإزالة القمامة وتصليح أعمدة الإنارة بالكثير من القرى التابعة لمحافظة المنوفية، مثل قرية استباري وشبرباص ومليج وقرية الماي. تاني حاجة طور طريق أوسنا شبين الكوم تحت خطة تحسين الطرق، بالتعاون طبعا مع الأستاذ سامي سرور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم. وطبعا جهز مستشفى جراحات اليوم الواحد الموجود التابعة لمركز أشمون، زودها بساعة 60 سرير، وافتتح مستشفى الشروق في مدينة أوسنا، وزودها بساعة 40 سرير. طبعا كده سيادة المحافظ عمل اللي عليه، ومن حقه ان لما حد يخالف التعليمات دي ان هو يتعاقب بياخد جزائه، وده طبعا اللي حصل، انه اقال رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء بسبب إقامة حفل زفاف. هننتقل بعد كده لأعضاء مجلس الشعب، منهم الأستاذ سامر التلاوي عضو مجلس الشعب من أبناء محافظة ومركز شبين الكوم. الأستاذ تامر أرسل حملات تعقيم بشبين الكوم والراهب وكفر المصلحة بسبب ظهور العديد من الحالات فيها. غير كده برضو أرسل حملات لعمل محطة صرف صحي بقرية الزوير وسلكة وميت الموز، والعديد من المستشفيات زودها بالمستلزمات الوقائية والطبية، منهم مستشفى حميات شبين الكوم التابعة لقرية ميت خلف، موجودة بقرية ميت خلف، ومستشفى وتجهيز غرف عمليات بمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم. طبعا عضو مجلس الشعب الأستاذ سامر التلاوي قدم الكثير من الإنجازات، وبنوجه له طبعا رسالة شكر ان هو قدر يحقق الانجازات دي، ووفر حملات توعيه كتير وحملات مزوده بالمستلزمات الوقائيه والطبيه عشان نعدي الازمه اللي البلد موجوده فيها، ومش البلد بس اللي موجوده فيها الازمه دي، ده في العالم كله. بعد كده هننتقل للواء احمد مدين عضو مجلس الشعب من أبناء قرية الماي. سيادة اللواء اهتم بالزراعة التعاقدية. يعني ايه الزراعة التعاقدية؟
سيادة اللواء طالب الحكومة، طالب الحكومة بأنها يوجدوا حل للمشاكل مع المزارعين. الزراعة التعاقدية دي إن الحكومة تاخد المحصول من المزارعين، هي هتطور من المحصول دي، من المحصول هو الفلاح هيستخدم المحصول بصيغة واحدة بس، إن هو هيستخدمه هي يعني هيطوره، هيعمل منه أعلاف. الحكومة برضو هتستخدمه في الأعلاف، بس الحكومة هتستخدمه بشكل تاني، هي هتستخدمه أعلاف برضو بس هتستخدمه بشكل تاني. إزاي؟ إنها هتوفر احتياجات البلد من الكمية اللي تكفيها، وبعد كده هتصدر الباقي للدول الخارجة في الخارج، ومن هنا هيتوفر العملة الصعبة. وسيادة اللواء أكد إن في أكتر من 200,000 فدان بيتم زراعتهم ذرة، يعني في مساحة كبيرة جدا من الأراضي تقدر جدا إنها توفر عملة صعبة لمصر. ومن هنا طبعا توفير العملة الصعبة هيحل مشاكل كتير، منهم البطالة. وطبعا البطالة دي شباب كتير مش لاقيين شغل بسبب عدم توفر فرص شغل ليهم، بس ان شاء الله ان شاء الله كله يوصل للي هو عايزه ان شاء الله ويحقق حلمه. انا شايفه كده ان من اعضاء مجلس الشعب للمحافظ للرئيس لرئيس مركز ومدينه شبين الكوم كل بيعمل اللي عليه، الباقي بصراحه على الشعب. الشعب المفروض يدرك خطوره الازمه اللي احنا فيها اللي بتمر بالعالم كله. طبعا يعني اخر حاجه، اول حاجه المفروض الشعب يعني تتمركز على الشعب هو الوعي، ان الشعب فعلا لو حس وادرك بالوعي الكامل ان شاء الله هنعدي الازمه دي زي دول كتير عندنا الصين وايطاليا. طبعا دول كان بيظهر فيهم ال 15,000 وال 17,000 حاله في اليوم، بس التزموا بالتعليمات والتزموا بكل حاجة عشان كده عدوا الأزمة وفتحوا المناطق الترفيهية ورجعوا الدراسة تاني ورجعوا كل حاجة، الحياة رجعت لطبيعتها بسبب وعي الشعب. لكن طبعا الموضوع يختلف في مصر شوية، بس إن شاء الله الشعب يدرك حجم الكارثة للبلد والعالم كله بيمر بيها، وإن شاء الله تعدي على خير. طبعا جهود سيادة المحافظ معالي الوزير إبراهيم أحمد أبو ليمون ليه دور كبير جدا في تطبيق الحظر وحملات التوعية والدوريات، طبعا ان هو ملتزم بميعاد الحظر الساعة بتيجي 8 بيبقى فيه شدة جدا في المعاملة وفي الطريقة. يعني مثلا بنشوف كلنا بنبقى قاعدين في بيوتنا وسامعين أصوات العربيات تحت بتاعت البوليس، بنبقى كلنا سامعين الأصوات دي. ده كله يا جماعة في مصلحتنا، يعني انت اهتم ونفذ التعليمات اللي مطلوبة منك علشان كلنا نعدي من الأزمة دي، وبعد كده بنزل براحتك تاني. مش الناس اللي بتنزل سرقة بعد مواعيد الحظر دي، يعني انت كده مش بتبقى شاطر، انت كده أول حد بتأذي نفسك، ومش بتأذي نفسك انت بس، انت مسؤول عن نفسك وعن اللي حواليك، مسؤول عن أصحابك وأهلك وحبايبك وجيرانك وكل الناس دي انت مسؤول عنهم. وبرضو الناس اللي هي لسه فاتحة اماكن تجمعات زي الاماكن طبعا بتاعت الشباب المشهوره بالبي اس دي، بيبقى فيها تجمعات كتيره جدا بنناشد سياده المحافظ ان هو يشدد الاجراءات شويه علشان في اماكن مفتوحه. بس هو طبعا هو سياده المحافظ بيعمل اللي عليه، في ناس بتحس انها كده ذكية
وبتخلي في التعليمات دي. والله يا جماعة كل ده ضدكم انتوا، ده مش في المصلحة خالص. الناس بتعمل اللي عليها، بيعملوا اللي عليهم على أكمل وجه. الدور علينا احنا بقى، الدور ان احنا يبقى عندنا وعي بحجم الكارثة اللي احنا فيها علشان نعدي منها على خير. استحمل شوية علشان نعدي الكارثة دي، وانت عدد اهل بيتك او صحابك العدد كله كامل، ما تعديش الكارثة وانت ناقص منكم حد. دلوقتي بتنزل، افرض يعني ممكن حد يبقى مصاب بالفيروس وما عندوش اعراض، انت طبعا مش هتعرف، وفي اهمال كامل بعدم ارتداء الكمامات. طبعا في حاجة تانية خالص من يعني بسبب ارتداء الكمامات دي، ان الناس في معظم المواصلات السواقين، المواطن اللي مبيبقاش معاه كمامه، المواطن بيديله كمامه، السواق بيديله كمامه، وطبعا الكمامه دي ما بيبقاش اول استعمال ليها. في ناس قالت كده وسمعنا بودنا ان السواق بياخد الكمامات دي بيوزعها على الركاب بتاعت العربيه بتاعته، وبعد ما بينزلوا بياخد منهم الكمامات وبيديها للركاب اللي بعده. طب ده صح؟ مش صح خالص. يعني انت عشان تعفي نفسك من غرامة الدولة حددتها علشان سلامتكو وصحتنا بتعمل كده، انت كده ممكن تأذي عدد كبير جدا، وانت ما عندكش وعي باللي انت بتعمله ده. والناس التانية اللي بتلم الكمامات من الشوارع وبيتم إعادة تصنيعها تاني، انتوا بتعملوا ايه؟ يعني بوجه برضو رسالة لكل المواطنين، ان انت لما تبقى لابس كمامة وحبيت ترميها في الشارع او في اي مكان قطعها، اتخلص منها بأي شكل، ان هو يبقى مستحيل بنسبة 100% ان الكمامة دي حد يستعملها تاني. وبرضو كان في فكرة للغرامات اللي بتبقى للمواطن اللي مثلا بيبقى في مواصلات في كده ومش معاه كمامة، بدل ما انت توقف في المواطن ده وتاخد منه غرامة 200 جنيه مثلا علشان مش لابس كمامة. طب افرض هو مش معاه الغرامة دي، او افرض هو مثلا مش معاه الفلوس دي، انت ممكن يعني تنفذ تعليماتك وتوجيهاتك بس بشكل احسن شوية، اللي هو برضو يقدر يفيدك انت ويفيد المواطن اللي انت دفعته الغرامة. هو من حقك ان انت تدفعه الغرامة علشان خالف التعليمات. الصورة التانية اللي انت بقى ممكن تدفعه بيها الغرامة دي، انت مثلا ممكن تعرف سعر علبة الكمامات بكام، زي مثلا ان هي بخمسين جنيه بسبعين جنيه بمية جنيه، انت ممكن مثلا تدفعه الغرامة دي اللي هي حق علبة الكمامات وتديله علبة الكمامات. انت كده اجبرته على شراء الكمامات، كده هو اشتراها غصب عنه، بدل ما يدفع الميتين جنيه وتروح على الارض كده، لا، اللي هو بعد كده هيبقى لابسها مجبر علشان ما يدفعش غرامة تانية. لا، انت كده اجبرته على دفع الغرامة ونفذت شغلك على اكمل وجه. انت برضو فت المواطن ان انت اجبرته يلبس الكمامة بس بصورة احسن، هو صحيح دفع الغرامة بس بشكل احسن. اهم حاجة والله الوعي يا جماعة، بالله عليكم اعرفوا حجم الكارثة اللي احنا فيها علشان نعدي على خير. دول كتير دخلت في الازمة بعدنا وخرجت منها بسبب وعي الشعب. وبرضو الناس اللي بتلبس الكمامة وبتنزلها كده، يعني لحد هنا بتنزلها من على منطقة الأنف كده، طب انت كده بتعمل ايه؟ يعني كده غلط. انت ممكن تبقى مثلا بتتكلم مع حد او واقف مع حد او في مواصلات او في مكان شغلك بتأدي عملك، وممكن تتصاب، ممكن ما يظهرش عليك اعراض، بس احتمال إصابك بالفيروس موجود بنسبة 80%.
لان في حالات كتير منتشره. طبعا بنشكر سياده المحافظ على حملات التوعيه والتعقيم اللي ارسلها العديد من القرى التابعه لمركز شبين الكوم، وبرضو محافظه مركز شبين الكوم بسبب ظهور العديد من الحالات فيها. برضو يا جماعه في اماكن للعلاج متوفره، بيبقى في ارقام طبعا لسيارات الاسعاف والمستشفيات وغرف العنايه المركزه، الحاجات دي كلها بتبقى الارقام بتاعتها متوفره. وبرضو اي حد يحس باعراض او ببدايه اعراض، ممكن تكون اعراض بسيطه، ممكن انت تكون حامل الفيروس وانت مش عارف، انت ممكن اصلا تكون حامل الفيروس بس ما فيش عليك اعراض. فاي حد يحس باي اعراض حتى لو خفيفه ان هو يتوجه عشان يتعامل معاه الاحتياطات اللازمه، وان شاء الله نعدي من الازمه دي على خير. ان شاء الله نعدي كلنا من الازمه دي على خير. احب اختم حلقتي بفقره فنيه حلوه وزي دي. بصراحه ده فنان واكتشاف، هو الشاعر محمد عنتر. الشاعر محمد عنتر صاحب قصيده تعرفوا امي الشهيره بامي تسد الشمس جمال. محمد عنتر من ابناء محافظه كفر الشيخ، بدا يكتب شعر من 2014 وما وقفش عند كده بس، لا ده درس الشعر بقواعده وقوانينه في 2016، واول مره ظهر فيها كان في النادي الادبي بكليه اداب جامعه المنوفيه، وبعد كده ترشح لحفله بكليه الحقوق، وبعد اول وتاني حفله بدا يتشهر جدا في مجمع كليات شبين الكوم، واشتغل على نفسه وبدا يعمل فيديوهات على قد امكانياته المناسبه ليه. ظهور القصيدة بتاعته كانت في عيد الأم، وبعدها محمد نزل ترند على السوشيال ميديا. وطبعا بنزول محمد ترند على مواقع السوشيال ميديا بعد الضجة دي كلها، كان لازم يخرج للشهرة بصورة أكبر. بعد كده عمل حفلة كبيرة جدا بكلية التربية التابعة لجامعة المنوفية، الحفلة دي حضرها أكتر من 6000 شخص. واتمنى لمحمد النجاح من كل قلبي، ان هو فعلا قدر بعد النجاح ده كله قدر ينزل بديوانه الاول قطر 12 في معرض الكتاب في 2020. هنشوف دلوقتي الفيديو القصيدة محمد، وان شاء الله يعجبكم. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. بمناسبة عيد الأم، تمام، هتجيب إيه الماما السنة دي؟ زي كل سنة. بتجيب إيه كل سنة؟ لا بجيبش حاجة عادي يعني. يعني الضغط والسكر؟ لا، أفتكر ده العيد اللي قبل اللي فات. والمرارة؟ اللي فات. دلوقتي تحب تقول الماما في عيد الأم؟ ممكن نقول لها قصيدة. قصيدة؟ طب سمعنا قصيدة، المايك معاك، خد راحتك. اتفضل سيبك وامشي. سيبك وامشي وتقول اللي أنت عايزه. لا 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 اتفضل. طب قول اللي أنت عايزه. بص يا سيدي، ممكن نقول تعرف أمي؟ لا احكي لك عنها. اسم القصيده، انا امي ده اصلا مش منا، بني ادمه من جوه ملاك، بقابل في عينيها حاجات وتاريخي فاكراها بالملي، بسمعها بتدعي وبتصلي، انا امي عمرها ما تخلي ان عيونها تغمض زعلانه، انا امي في عينيها الجنه والجنه اساسا تحتيها، انا مهما الدنيا بتكسرني من غير ما اشكلها بلاقيها واقفه فاتحه لي ايديها والحضن اللي طيب خاطري وحنانها المفرط بزياده، انا امي دايما كالعاده بتضحك علشان شايفاني، انا امي اساسا فهماني من غير ما اتكلم واقول، احساسها بيا مش متوفر غير فيها وبس، امي معايا في كل مكان، امي بتتحس موجوده معايا بدعوه، وانا طالع الصبح من البيت امي ما تقولش نسيت، امي اول ما شافت عيني وقالت لي كبرت وحبيت، عارفين امي انا فاكر فرحتها يوم ما نجحت الثانويه وكان مجموعي زي الزفت،
اقول لها مش هنفع، ترد تقول مش لازم تنفع، المهم كبرت وهشوفك راجل في الجامعه ايا كانت هي الجامعه. شفت في عينها ساعتها الفرحه وتمنيت الفرحه تدوم. انا اتعلمت المشي بايدها واتعلمت الصلاه والصوم. انا مش متخيل صوت غير صوتها اصحى الصبح عليه وهو معاه. فين امي؟ انا امي ست الشمس جمال، مهما تجاعيد وشها بتسيد. انا امي الضحك معاها خيال وصوتها جوه البيت غريب. انا امي كونها انها اصلا عايشه دي حاجه تخلي البهجه تسيب. عارفين امي اليوم قال لهم انا من غيرها اضيع. وطبعا بعد ما كلنا شفنا الفيديو بتاع محمد، معانا اتصال مداخلة تليفونية من الشاعر الفنان محمد عنتر. ايه الو؟ الظاهر ان الخط قطع يا جماعة. طيب الفيديو احنا دايما احنا شفنا الفيديو وقد ايه طبعا ان محمد عنده موهبه. هو بصراحه اكتشاف وموهبه عاليه جدا. كان من حقه ان هو ياخد ضجه وشهره على مواقع السوشيال ميديا، لدرجه ان هو نزل ترند بعد القصيده بتاعته. وقدر ان هو يحقق حلمه. واهتم بدراسته، ما اكتفاش ان هو بس بيعرف يكتب شعر وكده، لا ده كمان درس بالقواعد والقوانين وعمل اللي عليه وقدم فيديوهات وعمل حفلات كبيرة جدا، منهم حفلة كلية الأداب وحفلة كلية حقوق وحفلة كلية تربية التابعة لجامعة المنوفية. ونزل حقق حلمه ونزل بأول ديوان في معرض الكتاب. أتمنى من قلبي التوفيق لمحمد، وان شاء الله من نجاح لنجاح. وربنا يوفقك وتحقق كل اللي نفسك فيه. طالما انت تعبت وعملت اللي عليك، ان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي انت بتتمناه. اتمنى تمام. وبكده قبل ما اختم حلقتي احب اوجه رسالة لماما واقول لها ربنا يخليكي ليا. انت طبعا ليكي الفضل في كل حاجه، في دراستي ولحد وجودي هنا انت ليكي الفضل فيه طبعا. انت اللي بتدعميني وانت اللي بتشجعيني. وطبعا انا لو فضلت اعد في افضالك يعني عايزين وقت كبير جدا. ربنا يخليكي ليا وما يرحمنيش منك ابدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وإن الكل فعلا يقدر يستفاد من المحتوى اللي احنا بنقدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.